إن ما رحنا البحر من أيام ما كنت فلفول بيبي، ورحنا السوق المقفول كمان. ما كانش مقفول ولا حاجة، كان مفتوح على البحر. ياي البحر مرة متوسخ، أحد يرمي الجمامة كده في البحر؟ شوف يا فلافيلو، أنا جبت لنفسي كاميرا جديدة روعة تتحمل الطيحات وكمان ضد الموية. بجد؟ يبقى نختبرها. إيش سويت يا فلافيلو؟ أنت أكيد فيك شيء. يا ابني كنت بشوف هتدخل فيها مية ولا لا. راحت كاميرتي. إيش أسوي فيك الحين يا فلافيلو؟ تنبيه تنبيه، بهدف التوعية تجاه تلوث البحر على الشط، اليوم الساعة 3 في مسابقة مين رح يجمع زبالة أكثر من الثاني. اللي بده ينضم يتقدم بالطلب، ومكتبنا رح يستقبل كل طلباتكم وطول يوم العمل. هذه هي، يا سلام، أحسن فرصة لتنظيف البحر كله. كل فريق بينضم للمسابقة رح يستلم مركب وواعي وأدوات خاصة بالغطس. حبيبتي يا كاميرتي، فلافيلو طيحك مني في البحر وما حلقيكي. إيش أسوي؟ إيش ده؟ هذا مركب وكمان أدوات غطس؟ حنغطس ونعرف نلاقي كاميرتي. أيوة أيوة، إحنا هننضم. هاي وأنا معاك في أي حاجة يا مان. أكتر فريق بيجمع زبالة من البحر رح يربح معنا جائزة 10,000 ريال. 10,000؟ ألو رئيس قرصان، خبر ب10,000 ريال. أعزائي المواطنين، سنقوم بتنظيف بحرنا وسنستمتع، وهناك جوائز أيضاً. عن طريق هذا الميزان سنحدد من هو الفريق الذي حصل على أكبر عدد من المخلفات. إذا كنتم مستعدون سنبدأ الآن. 3, 2, 1 ابدأ. سيري للأمام يا نورمان. أبو السباع شوف شوف، صرت رجال سمكة. خلاص يلا يا فلافيلو، خلينا نروح ندور على الكاميرا. الموجة تجري ورا الموجة، عاوزة تطولها. أنا جاي. يلا. إيه ده؟ بقالي ساعتين عمال أدور وطلعت في الآخر بعصاية آيس كريم. يا ترى مين الشخص اللي رماها ده؟ إنها ورقتي، رميتها منذ قليل. بجد أنت اللي رميتها؟ أكيد يا ريس. فعلاً دي فكرة هايلة، لو إحنا مش عارفين نلاقي زبالة جوه قاع البحر يبقى مفيش غير إننا نرميها بنفسنا وتبقى اتحلت. طرزان بسرعة ودي المركب على الشط. يا أنا ذكي جداً. شفت؟ بقولك إيه، مفيش وحدة آيس كريم فضلة معك. ألو؟ ألو اللاسلكي شغال؟ أنا معاك يا ريس، هنعمل إيه؟ يلا يلا. تمام اللاسلكي شغال كويس. تمام يلا دور كويس معايا عشان نلاقي الكاميرا. يلا نسأل كيلو السمك المشوي اللي قدام دول، يمكن شافوها. جاهزين؟ جن 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 الزحلقة على الحديد. ده احنا عندنا ضيوف. كنت جامد جدا، ممكن تمضي لي على كرشي لو ما يضايقكش. كفايه لعب يا فلافيلو. انت مره فله فعلا، والشقلبه روعه والزحلقه كمان، بس في شيء، الكاميرا اللي على راسك فوق هادي تقريبا حقك. ها دي، اتفضل خدها. يلا خد جيبها. يلا جيبها، خدها، هاتها، تعالى. ايه مش عارف تاخدها؟ الحاجات دي مش زي القعدة قدام التلفزيون وتأشير اليوستافندي والأنتخة. فزر فزر، اليوستافندي فين؟ أهو، وقلبولك بطيخ كمان، بس لازم له خدعة لذيذة. تارارارا تارارارا. يا ابني انت ما تعرف انا مين؟ مو عشان اتزحلقت لي زحلقتين حتعيش علي الدور. انت شايف كده؟ طب اعرفك بنفسي، لازم تثبت لي انك هتطلع شجاع وتنافسني وإلا تبقى جبان. مبارزة مبارزة مبارزة. انت اللي بديت يا صغير وانا قبلت التحدي. تبتدي ربتي تبتدي ربتي تارتا بلا بلا بلا. ارموا ارموا كله في البحر، احنا هنبقى اكتر فريق هيجمع زبالة وهنكسب الجايزة اكيد يا رجالة. يا بسبب ذكائي مش عايز اقوالة. قشطة دي خلصت، هاتوا التانية بسرعة. شيل شيل. ماني مصدقة، بيرموا القمامة في البحر عشان يربحوا، وبعد شوية حيجمعوها تاني كأنهم نظفوا البحر كله. احنا معانا كيس قمامة وهذا ما يكفينا عشان نفوز، اكيد هنخسر المسابقة. مو مهم، احنا بنسوي اللي نقدر عليه،
آه يا بابا، نفسي أعرف فين بتروح في أكثر الأوقات اللي بنحتاجك فيها. أنا مش واثق فيك يا درغام، أنا هشجع جينك أضمن. مشكور يا فلافيلو. ثلاثة اثنين واحد ابدأ. اعتبرني سبقتك. جينك 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 جينك، أنا حوريك يا جينك. ما تتحسبش، احنا هنعمل مسابقة تاني. انا ابويا صغير. فضيها على الجنب ده بسرعة. أوه يا سلام، الخطة كده تمام. يا طومان، ألقي بآخر كونتينر لديك. والآن حان موعد انتهاء المسابقة. للأسف الوقت انتهى. برجاء الاقتراب من المرسى وإحضار المخلفات معكم. أنا عايز أعرف مين هيكسب. هيقولوا دلوقتي مين هو اللي هيكسب. شوفي اللي جمعوه قد إيش، أكيد هنخسر الجائزة. الزهر شكله هيلعب. كسبنا فلوس من الزبالة، احنا مفيش حد زينا. جوبيك جوبيك جوبيك. انا مو فارق عندي نفوز ولا لا، انا متضايق ان قرصان ما رح يتعاقب على اللي سواه. شوف حتى ما جمعوا القمامة اللي ملوا بيها البحر كويس، وسخوا البحر على الاخير. اوه انا زعلان في اسره من الكسوف. انت ايه بقى يا ريس درغام؟ بقول لك ايه، مفيش مكان هنا ناكل منه اكله سمك وجمبري حلوه. اسف مفيش حاجه، ما تاخدش على كلامي. اتفضل يا ريس درغام، الكاميرا بتاعتك زي ما وعدتك. المسابقه، نسينا المسابقه. انا لسه شايفهم، كل المتسابقين راحوا اتجمعوا عند المينا، واولادنا ما عرفوش يجمعوا زباله من غيرنا، اكيد زعلانين مننا قوي. اوف اليوم جري بسرعة، وإحنا هنا مقضيينها لعب ونسينا المسابقة وما جمعنا الزبالة. أنتوا بتدوروا على زبالة؟ إيوة، بس يلزمنا كمية كبيرة من الزبالة. بيتهيألي ممكن ألاقيلكوا الكمية اللي أنتوا عايزينها. لنرى. 1.5 كيلو. واو واو واو. والآن سنرى كم أجمع الفريق الآخر من المخلفات. تدا. 3 كيلوهات. واو واو واو. الفريق التالي يتفضل معنا. برافو عليه، كل ده. ممكن اخد جايزتي لو سمحت؟ طبعا، الفريق الرابح هو فريق النسر قرصان واصدقائه. تفضل يا استاذ، هذه هي الجائزة. بابا عارف لفيلو. يلا ارموا يا شباب. هذه اكبر مخلفات رايتها في حياتي. ازاي؟ ليه؟ مين؟ فين؟ هذه الجائزة من حقنا، تعبنا كثيرا في جمع القمامة من الشارع لإلقائها بالبحر. ماذا تقول؟ لم أقل شيء أبدا. كده قضيت علينا يا أزكى أخواتك؟ أمسكوا هؤلاء المصابين، تحركوا. لنهرب من هنا سريعا. يلا امشي قدامي. والآن عرفنا من هو البطل الحقيقي. تفضل يا أستاذ، الجائزة. يا حلاوة، بقينا أغنية. يلا نروح بقى نشتري جنينة حيوانات أو جنينة عادية وإحنا نقعد فيها. أنا عندي فكرة أحلى، اتفضلوا الجائزة. ما تبقى عندكم مكان تتزحلقوا عليه بعد ما أخذنا السفينة. بفلوس الجائزة هذه اشتروا شيء تتزحلقوا عليه أحلى من اللي فات.
أولي أولي درغام العظيم درغام العظيم درغام العظيم ترزان. آسف يا ريس. آيس كريم مجانا، تريد واحدة؟ ترزان. خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد صفر. نزلت اللعبة، نزلت هوب. أخيرا. نزلت. إيش في؟ إيش هذه اللي نزلت يا ابني؟ نزلت. اللعبة نزلت. كافي كافي، لا تسووا كده، الناس نايمة. إيش بتسوي يا فلافيلو هنا الحين؟ جيت أقبض على الحرامي اللي بيسرق التلاجة. لا تألف يا فلافيلو، أنت قمت من النوم جيعان فقمت على طول تاكل عندنا. مش قادر أمسك نفسي يا درغام، الأكل بصراحة عندكم حلو قوي. سيبكم من التلاجة الحين، أنت ليش بتصرخ يا ابني في الليل كده؟ أصلها نزلت يا ماما، نزلت اللعبة اللي منتظرينها صار لنا 10 سنين، البروفيسور صائد الفضائيين 3 نزلت. معقولة؟ كل الصراخ ده عشان لعبة جديدة نزلت السوق؟ ايوه يا ماما، يلا ادوني فلوس عشان اروح اجيب اللعبة بسرعة، يلا. فلوس؟ هذا مستحيل، انت جبت لعبة قبل يومين. يا بابا انا مالي صلاح، لازم اجيب اللعبة هذه بسرعة جدا. بس احنا يا ابني مصاريفنا مرة كثيرة، ومرتب اللي انا بستلمه بقسمه على حسب احتياجاتنا، كل شيء يا ابني وله وقته. انتوا ليش مصعبينها؟ طب اديني بس انت المرتب حقك وأنا حجيب كل احتياجات البيت، وكمان حوفر فلوس كتير عشان أجيب كل اللعب اللي أنا أبغاها. كلام كبير من ولد صغير. مذيعة التلفزيون كانت بتقول ادوا للأطفال مسؤوليات كبيرة عشان ثقتهم بنفسهم تكبر وينجحوا كمان. وليلي إيش قصدك يعني؟ أعطي ليث كل مرتبي عشان نشوف كيف راح يتصرف فيه؟ نجرب ونشوف، ما راح نخسر شيء. خلصنا خلصنا. شوف، طالما أنت بتقول إنك أحسن واحد يدير البيت، اتفضل الكريدت كارت حقي، انت الحين المسؤول قدامي عن مصاريف البيت. يا سلام، انا الحين اخليكم تشوفوا كيف تضبطوا مصروف البيت. بس كريمة التورتة دي طلعت قليلة قوي يا عنود. اشوف. شوفي اهي. اوه معلش اتزحلقت من ايدي. انا اسف، بس برضو الكريمة قليلة. هسيبكم انا بقى واروح انام. يلا يلا اوعى، امسك امسك ما تسيبهوش، امسك كويس نزله. يلا هاتوا عندي هنا، خلي بالك آخر. كويس اوعى حاجه تقع، خلي بالك. ايش في هنا بالضبط؟ ايش اللي بيصير قدام البيت؟ في احد يعزل من الشارع ولا ايش؟ انت جاهز؟ هرميهولك. هات هات. ليه كده بس يا فندم؟ مش ناقص غير توقيع حضرتك هنا وكله تمام. تمام شكرا جدا، باي باي. يوهو حلوة قوي اللعبة دي، انا في الفضاء. انا همسك راسه. مسكت راس الفضائي. ايش ده؟ انا فين انام دحين؟ فين كنبتي؟ يا ليث، لقيت ماكيت النيزك في غرفتي. هذا مو ماكيت يا رزان، هذا نيزك حقيقي، ما صدقت اني الاقيه هنا. ايش رايك، عجبك؟ طبعا مره عجبني، انا راح اخليه في غرفتي. ليث، ايش كل هذا؟ كيف جبت الاشياء هذه كلها؟ بالكريدت كارد حقتك يا بابا، انت نسيت؟ انا اللي بدير البيت الحين. ادارة ايش دي؟ وكمان حمام كور في الصالون وبابا نايم جوتها. ماني نايم، جالس اريح جسمي شوية. شوف يا بابا، انا جبت لك هدية. تاتا ميجا توث، ما تور 8500 حصان، ولما تدوس على البنزين بيسوي صوت نمر. هذا ولا ايش؟ اوف اوف، انا دلوقتي في اعلى حتة على الجبل، المنظر حلو قوي.
ده زي الحقيقي بالظبط. اوه ايه ده؟ ده شمام، شمام الجبل. هذه راسي يا استاذ فلافيلو، ممكن تشيل يدك؟ ده شمام. ليس بيك، السفره جاهزه. مين هذا كمان؟ هذا الطباخ الجديد يا بابا. عملت لك بطه بالبرتقان مثل ما طلبت يا بيك. انا بطه وده برتقان، بس انا مش فاهم حاجه خالص. يلا يا ليث نروح نجيب اغراض للبيت قبل ما ناكل. يلا، الهليكوبتر منتظر على السطح. هليكوبتر ايش؟ انت ليش ماسك خشمي يا فلافيلو؟ مش عارف اروح على السيتنجز، كل ما اجي اظبط حاجه الاقيني ماسك مناخيرك. يا جماعه ما ينفعش. استاذي برجع لكم على نفس المكان بعد ساعتين. تمام، متشكر جدا. صابونة وجه، اسفنجة، مكرونة، صلصة، بيض، زبدة، معجون اسنان. معجون اسنان؟ 15؟ هذا كثير. ورق تواليت 20؟ الاغراض هذه غالية مرة كذا طول الوقت؟ هذا مو معقول ابدا. شيدر ب 15، هدوق ب 25، ايس كريم ب 30، بسطرمة ب 40، شامبو ب 50. ما في شيء رخيص؟ ليش بتصرخ كده يا ابني؟ ايش اللي يا صار؟ يا فندم الحساب 450. ايش؟ 450؟ هذه فلوس كثيره مره. طبعا كثير. خلاص ما بقى معايا فلوس. ايش اسوي الحين؟ امشي يا ماما. يلا. على فين يا ليث؟ انت ليش شاددني كده؟ هذا مره كثير، كل شيء غالي، انا راسي بتلف. ايش الغلا هذا؟ هليكوبتر، هليكوبتر يا كابتن، أرجوك بسرعة على البيت. هل تملك نقود؟ المسافة بعيدة جداً جداً. أنت إيش يا أخي؟ اجري يا ماما يلا. فلوس كتير قوي. كل حاجة بالفلوس. أيوة، إحنا الفلوس. ما رح أعرف أضبط مصروف البيت يا ماما. معليش، هدي نفسك شوية. يلا نروح البيت وتكلم مع أبوك، يمكن عنده حل لمشكلة المصروف. بابا، بابا. إيش في يا ابني؟ ليش بتصرخ؟ وحش. ما في وحش يا ابني، أنا أبوك. وحش تاني. ما تخافش، ده ماسك لقيناه في وسط الحاجات اللي انت جبتها الصبح. بابا، انتوا ليش قاعدين في الظلام؟ يا ترى ليش يعني؟ تعال معايا نسألهم ليش جالسين في الظلام. علشان فاتورة الكهرباء ما اندفعت. لأن الكابتن ليث نسى يدفع الفاتورة. عيد السؤال تاني عشان نسيته؟ قصدكم انه بسببي؟ أيوة يا ابني، مو بس قطعوا الكهرباء، ما في مويه ولا غاز حتى. لقيت لمبة الغاز هادي، أهتمشي الأمور شوية. المهم عندنا مسبح كور. بابا، أنا فعلاً فشلت، ما عرفت أدير البيت، الفلوس ما كفت أي شيء. من بعيد الموضوع شكله مرة سهل، لكن لما دخلت جوا حسيت أنه صعب. أرجوك ساعدني لو سمحت، أنا لازم أنجح يا بابا. طالما أنك عرفت غلطتك، هذا شيء مرة حلو. قل لي، أنت كم تبقى معاك من الفلوس الحين؟ 250. باقي 7 أيام على آخر الشهر، مستحيل نكمل بهذه الفلوس. وأنا أحب المستحيل. إحنا الحين لازم نحط خطة تمشينا لآخر الشهر، بس يا ترى إيش هي؟ إحنا نحط هدول هنا ونقوم نشيل هدول. اللعبة هذه روعة. دقيقة واحدة، أنا لقيتها. ما إحنا كمان نسوي زي اللعبة هذه في بيتنا. كيف هذا يا بابا؟ شوف معايا، أول شيء نسويه نشوف الفلوس اللي متبقية معانا والوقت المتبقي، بعدين هنصرف على الاحتياطات الطارئة، الطارئة بس. محتاجة تلسكوب كبير علشان أعرف أتفرج على الحفر اللي جنب المريخ. طبعاً، هذه راح نقول لها لأ. لا يا رزان، عايز مايكروسكوب عشان أشوف الفرائع اللي عند البقال، ممكن تديني فلوس؟ هذا لا ترد عليه. ما راح أرد عليك. أنا أبغى مايكروفون أصرخ في العيال اللي تلعب كورة. حنقول له إيش؟ لا يا جدو. مضبوط كده. بسوي الأكل ومحتاجة فلوس عشان أجيب زيت، ممكن تجيب فلوس؟ تمام، هذه حالة طارئة، اديها الفلوس. اتفضلي يا ماما، هذول 10. الحين احنا لازم نجيب فلوس من أي مكان. ايش حنسوي؟ حنبيع الأشياء اللي مو محتاجينها. أنا دخلت في الحيطة، اللعبة هنجت. كان
كان في أشياء كثير أنت جبتها مالها لزوم، راح نبيعهم وبكذا راح نجيب فلوس. تعالوا قربوا وشوفوا النيزك الصغنون ماسك الوحش المخيف. تعالوا تعالوا الحقوا، عندي معجون أسنان نص فاضي ونص مليان، المعجون الخطير، قرب قرب. أنا بياع شاطر. كسبنا كتير، معانا فلوس للبيت تكفينا لحد آخر الشهر وزيادة. أولي إحنا نجحنا نجحنا. يوهو مش فاهم أي حاجة، بس بزيد في الزيتة طبعا. يوهو يوهو. كنت عارفة إننا ممكن نعتمد عليك يا ابني. شكرا، الفضل كله يرجع لبابا. ليث عندي خبر حلو، فاضل معانا فلوس تقدر تجيب صائد الفضاء اللي تبغاه. أولي شكرا يا بابا، أنا هروح أجيبها الحين. شكرا شكرا. هو أنت يا ابني ما كنت جبتها المرة اللي فاتت لما أخذت الكريدت كارد حقي؟ لما أديتني الكريدت كارد أنا نسيت اللعبة ونسيت نفسي كمان. طب هنعمل إيه دلوقتي؟ أنا زهقت قوي. حرب الكور، حرب الكور الملونة. كويس إننا لسه ما بعناها. استنوا استنوا لا ترموا علي. دول غام، تعال جنبي وهوب.